للمزيد حول الشأن السوري ينضم إلينا من ولاية أرفا التركية الأستاذ راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ راكان إلى هذه الجولة الإخبارية. التحالف يقصف بالفوسفور الأبيض على مدينة هجين في دير الزور الشرقي، هل حدثنا عما يجري هناك ولماذا يقوم التحالف بهذا القصف؟ مساء الخير أستاذ محمد، لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. أخي محمد، ما يجري في دير الزور هو إبادة جماعية لأهالي المنطقة، والذنب الذي ارتكبوه أو يرتكبوه هو أنهم من العرب السنة. للأسف الشديد هناك عدة مجازر في الأيام السابقة كان ممكن للتحالف و القوى الجوية التابعة له تجنبها، ولكن من خلال ما وردنا من هناك أنه كان مقصودا هو ضرب التجمعات السكنية المتواجدة هناك. سيدي الكريم، المنطقة منطقة منبسطة، لا تلال فيها ولا مغارات ولا أودية تستطيع أن تتقي ضربات الطيران أو أن يظلل الطيران لضرب أهدافه. لذلك نجد أن هذا الأمر متعمدا هو ضرب التجمعات السكنية مقصود من قبل طيران التحالف. لماذا يقوم التحالف الدولي بضرب التجمعات السكنية؟ هو سيد الكريم القصد منه إفراغ المنطقة من أهلها وسكانها، وهذا الأمر للأسف الشديد كأنه يجري بتنسيق التحالف مع القوات الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني والنظام في الجهة المقابلة. هذا التفسير ولا يمكن أن نفسره غير ذلك. هناك عملية تفاهم لإخراج أهل هذه المنطقة وتهجيرهم من هذه الأماكن. وكما تعلمون أنه قوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له قد غيروا ملامح هذه المنطقة من مقامات وما إلى ذلك من أمور، حتى أنهم تدخلوا في المساجد وأجبروا المؤذنين على أن يؤذنوا بالأذان الشيعي بدلا من الأذان السني، رغم أن المنطقة تخلو تماما قبل الثورة، تخلو تماما من تواجد أي شيعي في تلك المنطقة. هل هناك، يعني برأيك أستاذ راكان، هل هناك تنسيق فيما بين التحالف والقوات الإيرانية لدخول القوات الإيرانية إلى هذه المنطقة وبسط السيطرة الإيرانية بتفاهمات ربما تكون من تحت الطاولة؟ نعم، هذا ما يفسر عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات التحالف، والتي يعني من السهل جدا أن تتفاداها، ومقرات داعش واضحة للعيان وعناصر داعش واضحة للعيان ويمكن استهدافها وبكل سهولة، ولكن للأسف الشديد يتم استهداف المدنيين والتجمعات السكنية بشكل مقصود للضغط عليهم من أجل أن يتركوا هذه الأرض، يموتوا أو يتركوا هذه الأرض. وللأسف الشديد هناك تنسيق من تحت الطاولة، ما يفسره أفعال التحالف يفسر هذا التفاهم وهذا التحالف الخفي من تحت الطاولة. نعم الأستاذ راكان الخضر الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.